بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم مع بعض على فيزا دولة اليابان، لكن قبل ما نبتدي ما تنساش انك تدوس على لايك عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد ممكن من المهتمين، وكمان اشترك في القناة اولا عشان تدعمني، ثانيا عشان تتابع الفيديوهات اللي جاية، ولو عندك اي استفسار او تعليق او اي حاجة عايز تستعلم عنها اكتبها لي في الكومنتات تحت وارد عليك خلال 24 ساعة. مبدئيا كده لو جينا بصينا على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية، هنا بيقول لك ايه، لو انت عايز تفهم اكتر عن خطوات انك تطلع الفيزا نزل البي دي اف. نزلنا كده البي دي اف دي، ولما فتحناها مع بعض مكتوب لك هنا بقى ايه هو الورق اللي مطلوب منك عشان تطلع فيزا دولة اليابان. الفيزا ثلاث انواع، شورت تيرم انك تقعد فترة صغيرة بهدف مثلا البيزنس مثلا، او رايح تشتغل مثلا هناك، او رايح مثلا تعمل ماركت ريسيرش، رايح تشوف السوق الاسواق هناك عاملة ازاي، او انك فيزيتنج ريلاتيفز، رايح تزور مثلا حد قريبك، او السياحة. خلينا في الفيزا بتاعت السياحة. الفيزا دي الورق ده يعني يعتبر يعني ده لكل الدول اللي هي لا هي الصين ولا روسيا ولا الدول السي اي اس، يعني مثلا تبع الاتحاد الاوروبي، والدول يعني في دول رانك دول معينه كده، ولا جورجيا ولا الفلبين، ده لكل الدول التانية يعني مصر، الجزائر، المغرب، تونس مثلا، من ضمن الدول دي. لازم يكون معاك طبعا الباسبور بتاعك وانت بتقدم، التقديم طبعا بيكون في السفاره اليابانيه. لازم تكون تنزل الابليكيشن فورم تملاها. الابليكيشن فورم انت بتنزلها منين؟ لو بصيت على الموقع، نفس الموقع اللي انا موقع الحكومه اليابانيه، هتلاقي تحت هنا هو كاتب لك الابليكيشن فورم، بتنزل الابليكيشن فورم دي، وبيكون بتضغط على اللينك ده بتنزله، وبيكون منظرها بالشكل ده كده. ده كده بتكون الابليكيشن فورم بتاعتك، بتملى الابليكيشن فورم دي. غير الابليكيشن فورم بيكون معاك صوره شخصيه بمقاس الباسبور، بيكون معاك كمان كونفرميشن يعني تيكت كونفرميشن، انك تذكره ذهاب وعوده، وكمان حجز فندقي في اليابان. غير كده كمان يكون معاك دليل انك معاك يعني مبلغ يكفيك، يعني بانك ستيتمنت، شهاده من البنك برصيدك في البنك، ويستحسن انها تكون يعني ايه كشف حساب بنكي، يستحسن انه يكون لاخر 6 شهور. غير كده كمان يكون معاك الايتينري. الايتينري دوت زي ايه، خطه السفر كده، مثلا ايه انا هروح اليابان، هروح اليابان من يوم كذا ليوم كذا، فاول ما هروح اليابان في اول يوم هقعد في طوكيو، هقعد في الفندق الفلاني، هتنقل في طوكيو، هزور كذا وكذا وكذا، بعد طوكيو هاخد مثلا القطر من محطة كذا، وسعر التذكرة كذا. بتعمل زي خطة كده ايه مفصلة، وبتقدمها مع الورق بتاعك للسفارة. لو جينا بقى بصينا بقى ايه على موقع السفارة نفسها، سفارة اليابان في مصر، عشان نبص على ايه بعض التفاصيل اللي مش مكتوبة هنا. هتلاقي هنا بقى ايه بيقول لك بقى ايه، هنا بقى بيقول لك ايه هو ساعات، هنا موضح لك في مصر طبعا زي ما اتفقنا الشروط تتوافق مع يعني في مصر، المغرب والجزائر، مع معظم الدول اللي بتحتاج فيزا. هي مش بتكون شغالة لا الجمعة ولا السبت، وبتشتغل من الساعة 9 لحد الساعة 2 عشان تقدم عشان تقدم على الفيزا. وكمان هنا كمان بوضح لك اللي هو البروسيسنج تايم، وهنا كمان في الفيز اللي هو سعر الفيزا اليابانية. للأسف هو هنا كاتبها بالياباني، خليني كده بس نزفيج ان دي الابليكيشن فورم اظن، لكن للأسف هو كاتبها هنا بالياباني. single visa for Indian، انا birth certificate single visa، تمام. الفيزا سعر الفيزا 440 LE، 440 جنيه مصري عشان خاطر تحصل على الفيزا اليابانية من مصر. وبالنسبة للمالتيبل فيزا بتبقى 880، فده على حسب الموقع السفارة اليابانية. وبرضو لو عايز لو انت مثلا في الجزائر او المغرب، بتبص على موقع السفارة اليابانية في الجزائر او المغرب، وبتستعلم برضو عن سعر الفيزا اللي موجود فيها.
انا كده يعتبر خلصت المعلومات اللي عندي بخصوص الفيزا. الفيزا بصفه عامه التقديم في السفاره اليابانيه في دولتك، بتاخد معاك الورق اللي مطلوب منك، الباسبور بتاعك، الصور الشخصيه، الابليكيشن، حجز الطيران، حجز الفندقي، جواب مثلا الاتش ار، خطاب من البنك بكشف حسابك المصرفي، وكمان خطه السفر بتاعك، وبتقدمهم في السفاره اليابانيه، وهناك بتدفع المصاريف، ولو اتقبلت خلاص بتطلع فيزا وبتكون جاهز انك تسافر لدولة اليابان. لو عندك اي استفسار او اي حاجة ما فهمتهاش وعايز تستعلم عنها اكتبها لي في الكومنتات، وهرد عليه خلال 24 ساعة، واشوفك الفيديو اللي جاي.